بيت المستقبل ثابت الأركان والأساسات. السابعة والنصف بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى المسائية، ونبدأ بالعناوين مع لينا دوغان. مساء الخير في العناوين. 4 من 8 حتى الآن جايين من داخل سوريا مش من المخيمات. استنفار عسكري وأمني وسياسي لدعم القاع في مواجهة الإرهاب، والجيش يطلب من أبنائها عدم حمل السلاح غير المرخص. وختم دولة الرئيس مداخلته بالدعوة إلى الابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي. مجلس الوزراء يجدد ثقته بالجيش والقوى الأمنية في حماية لبنان، والحريري يقول متضامنون مع القاع وما حدث لا يستهدف بلدة أو طائفة، بين إنما يستهدف كل الوطن. في لبنان المشكلة واضحة، هناك فراغ سياسي، والفراغ السياسي سببه حزب الله. الجبير، حزب الله وإيران يعطلان انتخاب رئيس في لبنان، وعلى الأسد الرحيل. أهلا بكم. في الحقيقة وليس في المجاز، إلى القاع أخذنا حزب الله، إلى القاع العميق في الأمن مع سقوط نظرية ذهبنا إليهم لنمنعهم من المجيء إلينا، إلى القاع العميق في الاقتصاد الغارق بلا سياحة وبلا تجارة وبلا صناعة، إلى القاع السحيق في المال بعد قرار حزب الله التعامل مع العقوبات الأمريكية بالأمن والتهديد بدل العقل والتدبير، إلى القاع البلا قرار في السياسة مع استمرار تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية والتهديد بمؤتمر تأسيسي إذا لم تنفذ قراراته، راهنا مصير لبنان بمصير الأسد. إلى القاع يأخذنا حزب الله وقد فتح علينا أبواب الجحيم السوري. الرئيس سعد الحريري اعتبر ما حدث بالأمس ويحدث كل يوم لا يستهدف بلدة دون أخرى أو طائفة دون أخرى، إنما هو استمرار لنمط يستهدف كل الوطن، وقال ردنا سيكون انفتاحا أكثر وتضامنا أقوى مع الجيش. وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي تفقد القاع أكد بعد اجتماع أمني في السراي أن مخيمات النازحين السوريين ليست متورطة في التفجيرات ولا يوجد امرأة بين الانتحاريين. نبقى ونبدأ من القاع، حيث شكلت البلدة المنكوبة بالإرهاب والانتحاريين ساحة لإجراءات وتدابير أمنية مكثفة اتخذها عناصر الجيش اللبناني الذي دعا أبناء البلدة إلى عدم حمل السلاح العشوائي، فيما سجلت زيارات قام بها وزير الداخلية والدفاع وشخصيات سياسية وعسكرية أخرى. نهار أمني بامتياز عاشته بلدة القاع البقاعية بعد انتهاء حلقة إجرامية من جزئين بإخراج إرهابي. بعض الأهالي انتشروا في ساحة البلدة حاملين السلاح، بينهم نساء، قبل أن يمنع الجيش المظاهر المسلحة العلنية في محاولة لضبط الأمر وإخراجه من الطابع الاستعراضي. عمليات دهم وتفتيش نفذها الجيش اللبناني في البلدة ومحيطها بحثا عن أشخاص مشبوهين بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة وتسيير دوريات مؤللة وراجلة على كافة الطرقات. عمليات الدهم التي شملت مخيمات النازحين السوريين في المناطق المحيطة أدت إلى توقيف 103 سوريين لوجودهم داخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، وضبطت بحوزتهم 9 دراجات نارية سيارتين من دون أوراق قانونية، كما أوقف لبنانيان لحيازتهما بندقية نوع كلاشينكوف ومسدسا حربيا. القاع كما كنيستها غصت بالوفود السياسية والأبنية لتقديم التعازي بالشهداء ولإعلان التضامن والدعم لأبنائها. وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي جال متفقدا كشف أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن 4 انتحاريين قدموا من داخل سوريا. وأنا سبق وقلت أنه نحن بالأجهزة الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام قدرنا نحقق عدد كبير من العمليات الاستباقية بأنه نوقف الناس ونمنعهم من الاستمرار بعملهم، ولكن نحن ما فينا نضمن أنه نمنع 100%. نسبة عالية جدا حتى من اللي أنت بتسميهم الانغماسيين اعتبار تعبير تقني أو الانتحاريين جايين من الداخل السوري،
مش من المخيمات السورية. ومع تشديد القوى الأمنية وازدياد وتيرة الإجراءات وعمليات الرصد والمتابعة، اشتبه عناصر الجيش بسيارة وبشخص شك بهما الأهالي، فجرت مطاردة ميدانية ليتبين بعدها بأن ليس لهما أي علاقة. على المستوى السياسي، جدد مجلس الوزراء ثقته الكاملة بجميع الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تؤدي واجبها الوطني على أكمل وجه، فيما دعا الرئيس تمام سلام إلى الابتعاد عن الأمن الذاتي. تقرير ربيع شنطف. بالوقوف في دقيقة صمت على أرواح ضحايا الجريمة الإرهابية التي وقعت في القاع، استهل مجلس الوزراء جلسته التي تحولت من استثنائية لبحث الوضع المالي إلى أكثر من استثنائية لبحث الوضع الأمني المستجد. الاعتداء بذاته لم يكن مفاجئا، والأجهزة الأمنية كانت قد حذرت من عمل يخطط له الإرهابيون. هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، الذي أكد أن التحقيقات مستمرة، كاشفا عن أن بعض المعلومات الأولية تتضح عن هويات الإرهابيين. وأضاف دولة الرئيس أن بلدة القاع المسيحية استهدفت اليوم، لكن مناطق إسلامية مثل الضاحية الجنوبية وطرابلس وعرسال وغيرها استهدفت في الماضي، ولذلك يجب على جميع القوى السياسية إعطاء الموضوع بعده الوطني وليس الفئوي. وختم دولة الرئيس مداخلته بالدعوة إلى الابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي الفئوي، قائلا إن القاعة في قلب لبنان ومن واجبات اللبنانيين جميعا حمايتها. وخلال الجلسة صدر بيان تبناه جميع الوزراء، رأى أن هنالك نوعية جديدة من المواجهة بين الدولة والإرهاب، داعيا المواطنين إلى الالتفاف حول القوات الشرعية وعدم الاستسلام للذعر. كما أشار إلى أن مجلس الوزراء في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي تطور. وعلى هامش الجلسة، نقل الوزير الياس بوصعب عن زميله رشيد درباس تأييده لموقف العميد المتقاعد شامل روكوز، الذي قال إنه يقف إلى جانب الأهالي من دون حمل السلاح. كما نقل عن درباس رفضه لموقف النائب أنطوان زهرة الذي بدا مسلحا. على وقع تنكيس العلم اللبناني في السراي الكبير والحداد على ضحايا التفجيرات الإرهابية في القاع، عقدت جلسة مجلس الوزراء التي أطاحت بكل الملفات، وحضر الملف الأمني كبند رئيس، وسط دعوات الوزراء إلى ضرورة التضامن في هذه المرحلة العصيبة. من السراي، ربيع شنطف، تلفزيون مستقبل. ومتابعة للجريمة الإرهابية التي استهدفت القاع، عقد اجتماع أمني في السراي الكبير برئاسة الرئيس تمام سلام والوزراء والقادة الأمنيين المعنيين. ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي اجتماعا أمنيا تم خلاله استعراض آخر المعلومات المتعلقة بالاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له بلدة القاع والمعطيات الأولية التي توصلت إليها التحقيقات. واستمع المجتمعون إلى شرح للإجراءات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية في البلدة ومحيطها وباقي المناطق اللبنانية، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة. المجتمعون أكدوا أن المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الإرهابية، في ظل معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. ولفت المجتمعون إلى أن هذه الوقائع تستدعي التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، وتتطلب من جميع اللبنانيين تأكيد إيمانهم المطلق بوطنهم وثقتهم الكاملة بجيشهم وقواتهم وأجهزتهم الأمنية التي تعمل بجهوزية كاملة. كما اعتبر المجتمعون أن الاعتداء الإرهابي على أهالي القاع يجب ألا يكون ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض، بل يجب أن يزيدهم وجميع أبناء القرى المجاورة واللبنانيين عموما تمسكا بدور القوى الشرعية المخولة وحدها قانونا السهر على أمن الناس وأرواحهم وأرزاقهم. وعلى هامش الاجتماع الأمني، نفى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وجود امرأة بين الانتحاريين، في حين أكد قائد الجيش العماد جون قهوجي أننا أمام مرحلة جديدة في عمل الإرهابيين، وتبين أن بين انتحاري القاع امرأة وثلاثة سوريين. من ناحيته، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنه كانت لدى الأجهزة الأمنية معلومات عن تفجيرات متوقعة نتيجة تحقيقات واعترافات.
المواقف. أكد الرئيس سعد الحريري أن ما حدث بالأمس ويحدث كل يوم لا يستهدف بلدة دون أخرى أو طائفة دون أخرى، إنما هو استمرار لنمط يستهدف كل الوطن. وفي تغريدتين له عبر تويتر، شدد الرئيس الحريري بأن ردنا كان وسيبقى الانفتاح أكثر والتضامن الأقوى مع الجيش، لافتا إلى أنه لن يوفر جهدا لإعادة بناء الدولة بدءا من انتخاب الرئيس، والهدف أن نبني بيد وندافع بيد. تعليقا على الأحداث الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها بلدة القاع البقاعية، أكد رئيس سعد الحريري أن التضامن مع أهلنا هناك هو تضامن مع حق اللبنانيين جميعا بزيادتهم على أرضهم واجتماعهم على رفض العاصفة الإرهابية التي أودت بحياة مواطنين أبرياء لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بمحاور القتال والحروب والفتن في المنطقة. وأضاف الرئيس الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: إنني أرفع الصوت عاليا بإدانة هذه الهجمة الإرهابية المجنونة التي لا مهمة لها ولا وظيفة سوى القتل المجاني والإساءة إلى الإسلام والمسلمين وإثارة الغرائز بهدف نشر الفتن والخراب في كل الأرجاء. وأشار إلى أن لا مجال أمام المخاطر التي تطل برأسها من الحرب السورية سوى التأكيد على حصرية دور الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية في مكافحة آفة الإرهاب التي تتسلل إلى بلدنا، معتبرا أن الجيش اللبناني ومعه سائر القوى الأمنية هي المسؤولة عن حماية الحدود وتوفير متطلبات الأمن والسلامة لكل اللبنانيين. وقال الرئيس الحريري: منذ أكثر من عامين ونحن ننادي بخطة رسمية تعالج تداعيات النزوح السوري واتخاذ قرار لتمكين الجيش من تشكيل قوة حدودية مهمتها عزل لبنان عن الحريق السوري والتئام مؤتمر وطني لصياغة إعلان لبنان في مواجهة التطرف والإرهاب، مشددا الدعوة إلى وقفة وطنية تعلو فوق الاعتبارات والولاءات السياسية وتقدم مصلحة لبنان وأمن اللبنانيين على أي مصالح وارتباطات خارجية. ورأى رئيس الحريري ألا سبيل لحماية لبنان إلا من خلال الانضباط الشامل تحت سقف المصلحة الوطنية العليا وتحت سقف الدولة ومؤسساتها العسكرية والأمنية، خلاف ذلك سيبقى لبنان ساحة للتدخل والتسلل والتخريب. وختم رئيس الحريري بالتشديد على أن قوة لبنان بتماسك أبنائه وبوحدة الموقف اللبناني وراء الدولة ومؤسساتها الشرعية، وليس بالتفرد في اتخاذ القرارات واستدعاء الحروب إلى أرضنا ومناطقنا. ردود الأفعال الشاجبة للهجمات الإرهابية على القاع توالت دوليا وعربيا ومحليا. مجلس الأمن الدولي أدان بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي استهدفت بلدة القاع، وطالب في بيان له بضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية التي تستحق الشجب إلى العدالة، وحث جميع الدول على التعاون بنشاط مع السلطات اللبنانية في هذا الصدد. الاتحاد الأوروبي دان تفجيرات القاع مؤكدا استمرار الاتحاد في دعم مؤسسات الدولة اللبنانية في جهودها الآيلة إلى المحافظة على الاستقرار والوقوف إلى جانب لبنان في معركته ضد الإرهاب. مجلس الوزراء السعودي عبر عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإجرامية التي وقعت في بلدة القاع، وكذلك الانفجار الذي استهدف موقعا عسكريا لخدمة اللاجئين على الحدود الشمالية للأردن، متقدما من أسر الضحايا اللبنانية والأردنية بخالص التعازي. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع توجه إلى أهالي بلدة القاع بالقول: أهلنا في القاع، لا يسعنا إلا أن ننحني أمام صمودكم الجبار. إن تغيرت وجوههم وأساليبهم فإن هدفهم لم يتغير، وأنتم أيضا لم تتغيروا. أنتم من حمى الدار منذ 38 عاما، واليوم أثبتتم مرة من جديد أنكم لا تبخلون بالشهادة في سبيل لبنان. وختم جعجع عبر تويتر: الرحمة والخلود لشهدائنا الأبطال، نستمر ونبقى، حمى الله لبنان. الرئيس ميشيل سليمان قال أن الحل الأمثل لحفظ أمن القرى والبلدات يكمن في استدعاء الفئات المناسبة من الاحتياط لدعم قدرات الجيش وقوى الأمن الداخلي في البلدات الحدودية وفي الداخل لتأمين سلامة الأهالي ومراقبة التحركات المشبوهة في ظل كثافة النازحين والحؤول دون اللجوء إلى فوضى الأمن الذاتي والتسلح. رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط رأى أن الأوان آن للخروج من النقاش السياسي الحالي ومن تبادل الاتهامات لأنه لن يؤخر أو يقدم، وقال إن أهم شيء في السياسة
قبول مبدأ التسوية ولو تبدو مرة للوهلة الأولى. راعي أبرشية بعلبك لروم الكاثوليك المطران الياس رحال الذي تلقى اتصالا من السفير السعودي علي عواض عسيري معزيا استنكر ما حدث في القاع ولفت إلى أن ذلك يبين أن الانتحاريين منتشرين في كل أنحاء البقاع، متمنيا على أهل القاع أن يبقوا أقوياء ثابتين في أرضهم ومتمسكين بها، وقال إن يدنا ممدودة وقلبنا مفتوح لجميع أهل المنطقة مسيحيين ومسلمين. في المقابل رأت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان في بيان أن الإرهاب المتربص شرا بلبنان وشعبه يهدف إلى زرع الفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار. والآن نتوقف مع فاصل نستمع خلاله إلى آيات من الذكر الحكيم قبل رفع أذان المغرب. أهلا بكم من جديد إلى نشرة الأخبار. كتلة المستقبل استنكرت الجريمة الإرهابية التي شهدتها بلدة القاع ورأت في التفاف اللبنانيين حول الدولة ومؤسساتها الضمانة الحقيقية لحماية لبنان من التطرف والإرهاب. استهلت كتلة المستقبل النيابية اجتماعها الأسبوعي بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء القاع الأبرياء، مشددة على أهمية وقوف لبنان بأسره إلى جانب هذه البلدة وأهلها من أجل حمايتهم واستمرارهم كنموذج للصمود والعيش المشترك. كتلة المستقبل التي اجتمعت برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة رأت أن هذه الجريمة بعد عملية الأردن الإرهابية تشكل دليلا على أن أمن لبنان بات مستهدفا من قبل المجموعة الإرهابية المسلحة في المنطقة مع ارتباطاتها المشبوهة. أن وقوف اللبنانيين والتفافهم من حول الدولة اللبنانية ومؤسساتها ولا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية حصرا، كما ورفض كل المشاريع الخائبة للأمن الذاتي من جهة أولى والتمسك بالوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك الإسلامي المسيحي من جهة ثانية، هو الذي بمجمله يشكل الضمانة الحقيقية لحماية لبنان واللبنانيين من شرور التطرف والعنف والإرهاب. وإذا كانت التطورات تتطلب مزيدا من الإجراءات الاستثنائية التي يتوجب على الحكومة اتخاذها، فبإمكان الجيش اللبناني أن يلجأ إلى استدعاء قسم من الاحتياط لمساندته في مهامه الوطنية. الكتلة دعت الحكومة اللبنانية إلى مطالبة الأمم المتحدة عبر مجلس الأمن لتأمين دعم قوات اليونيفيل للجيش اللبناني على الحدود كافة عملا بالقرار 1701، ورأت أن استمرار حزب الله في معارك سوريا وبعض البلاد العربية يمثل نقطة ضعف في الجسم اللبناني وذريعة أساسية تستعملها الجماعة الإرهابية لتبرير استهداف لبنان. إن حزب الله ومنذ أن بدأ انغماسه وتورطه في الحرب الدائرة في سوريا والقيام بتلك المعارك الاستباقية المزعومة وإسهامه عمليا في تهجير أعداد كبيرة من المواطنين السوريين من قراهم، بادر إلى تبرير ذلك بالقول أنه ذاهب إلى سوريا لمنع الإرهاب من التوجه إلى لبنان، والنتيجة ويا للأسف وكما حذرنا منها مرارا وتكرارا كانت خلافا لما فتئ يردده حزب الله، حيث أن الإرهاب ما لبث أن عاد وتبعه إلى لبنان مخترقا أمن اللبنانيين. الكتلة توقفت عند خطورة كلام الأمين العام لحزب الله الأخير لجهة تفاخره بتمويله من إيران، ما يؤكد أنه يخدم المصالح والأطماع الإيرانية حصرا على حساب المصالح اللبنانية والعربية. تنوه الكتلة بالمواقف والكلام الشجاع الذي صدر مؤخرا عن الرئيس سعد الحريري خلال زيارته منطقة الشمال والإفطارات التي أقامها في مدينة طرابلس وباقي مدن الشمال، والتي أكد فيها على تحمله للمسؤولية فيما خص بعض المواقف والسياسات. كتلة المستقبل دعت إلى العودة إلى الأصول في إعداد وأقرار الموازنات العامة واحترام المواعيد الدستورية لها وإخراج لبنان وماليته العامة من الأزمة التي أسهم أصحاب المزايدات الفارغة في إيقاعه فيها. ومن الرابي لفت تكتل التغيير والإصلاح إلى وجود إرهابيين على الحدود مع سوريا يجب العمل على منعهم من دخول لبنان. استعرض التكتل التدابير التي يمكن أن تلجأ إليها البلديات على خلفية التفجيرات الإرهابية التي ضربت بلدة القاع. الحكومة عليها أن تتحمل مسؤولياتها بموضوع النزوح السوري والأمن على الحدود وفي الداخل. حان الوقت والوقت من ذهب ومن دم كما قلنا،
لا يسعنا أن نرفض من جهة التدابير الحمائية الذاتية في البلدات والقرى، وأن نمتنع عن اتخاذ الإجراءات المركزية الناجعة. الأمر لم يعد يحتمل التسويف أو التأخير في اعتماد خريطة طريق رسمية لمعالجة أخطار النزوح السوري، حفاظا أولا على أمننا، وثانيا على سلامة النازحين وعودتهم الآمنة إلى ديارهم أو المناطق الآمنة في سوريا. استقبل الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط محافظ بيروت زياد شبيب وعرض معه أوضاع العاصمة. كما التقى الرئيس الحريري وفدا من بلدية النعمة برئاسة رئيس البلدية شرب المطر وبحضور النائب محمد الحجار، وجرى خلال اللقاء عرض لمطالب البلدة واحتياجاتها، في حين اطلع من وفد حركة شباب لبنان برئاسة إلي صليبة على أهداف الحركة ونشاطاتها. بعد الفاصل في النشر، فيلق إيراني جديد لزعزعة الاستقرار في دول الخليج العربي، مجازر جديدة للمقاتلات الروسية سوريا. أهلا بكم من جديد، المسائية مستمرة وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. استنفار عسكري وأمني وسياسي لدعم القاع في مواجهة الإرهاب. مجلس الوزراء يجدد ثقته بالجيش والقوى الأمنية لحماية لبنان. الحريري: ما حدث لا يستهدف بلدة أو طائفة إنما كل الوطن. حمل وزير الخارجية السعودية عادل الجبير حزب الله مدعوما من إيران مسؤولية الفراغ السياسي في لبنان. تطابق في رؤيتي السعودية وفرنسا بشأن الأوضاع في سوريا ولبنان واليمن، هذا ما أكده وزير الخارجية السعودية عادل الجبير في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جون مارك إيرولات على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى باريس. في الملف اللبناني أكد الجبير أن حزب الله بدعم من إيران يتحمل مسؤولية الفراغ السياسي في لبنان. فيما يتعلق في لبنان، المشكلة واضحة، هناك فراغ سياسي، والفراغ السياسي سببه حزب الله. حزب الله وبدعم من إيران رافضة أن يكون هناك توافق على إيجاد أو اختيار رئيس للجمهورية في لبنان. واضح مشكلة عند حزب الله وعند إيران، والمحاولات الآن لإيجاد شخصية ممكن تملأ هذا المنصب، ولكن اللوم يجب أن يكون على حزب الله وعلى إيران، هي الجهة المعطلة لهذا الموضوع، وهي الجهة التي لا تهدف ولا تسعى لمصلحة لبنان لكنها تسعى لمصلحة إيران. لنكون واضحين، الجبير شدد على أن موقف المملكة من بشار الأسد لم ولن يتغير. شخص مسؤول عن قتل 400 ألف من الأبرياء وتشريد 12 مليون وتدمير بلد لا مكان له في ذاك البلد. بدوره طالب وزير الخارجية الفرنسية من روسيا الضغط على بشار الأسد من أجل التوصل إلى حل سياسي، كما أكد الجانبان على ضرورة احترام إيران مبدأ حسن الجوار والتخلي عن تصدير الإرهاب إذا أرادت علاقات طبيعية، مشددا على أن العالم يعرف أنها تعمل على زعزعة استقرار المنطقة. يعتزم الحرس الثوري الإيراني تشكيل فيلق جديد يحمل اسم فيلق البقيع، يرتبط مباشرة بمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي متخصص بنشاطات لزعزعة الاستقرار في دول الخليج العربية. وأكدت مصادر المعارضة الإيرانية أن ما لا يقل عن 3000 متطوع من جنسيات عدة يتم تدريبهم الآن في معسكرات خاصة في محافظة ميسان جنوب العراق والكويت والكوت وديالى بإشراف اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وتوقعت المصادر قيام عناصر فيلق البقيع بأعمال تخريبية في السعودية والبحرين والكويت خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة. أقال المرشد الإيراني علي خامنئي اللواء حسن فيروز أبادي من رئاسة أركان القوات الإيرانية، وعين خلفا له اللواء محمد حسين باقري. وبرر خامنئي حيثيات القرار برفع القدرة والجهوزية الدفاعية والأمنية للقوات المسلحة والتعبئة الشعبية وإمكانية الرد السريع والفاعل على أي تهديدات. وكالة نتسيم للأنباء قالت إن خامنئي عين اللواء فيروز أبادي أيضا مستشارا أعلى للقائد العام للقوات المسلحة.
تواصل المقاتلات الروسية ارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين خاصة في الشمال، حيث سقط ما لا يقل عن 8 قتلى وأكثر من 20 آخرين جرحوا جراء قصف جوي على مدينة الباب بريف حلب الشرقي. وفي السياق الميداني أيضا، كبدت فصائل المعارضة قوات النظام والميليشيات الداعمة لها خسائر فادحة أثناء محاولتهم التقدم في الجبهة الجنوبية الغربية من مدينة دارية في ريف دمشق. من جهة أخرى، استبعد السفير الروسي في سوريا أن تهاجم كتائب الأسد حلب في القريب العاجل. وفي النشر أيضا بعد الفاصل، انتهاء مشروع الإنارة على الطاقة الشمسية في شارع سوريا، وضبط 1,400,000 حبة كبتاجون. أهلا بكم من جديد. كشف رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والمياه النائب محمد قباني أن لبنان تأكد من وجود حقول وأحواض مشتركة من النفط بين لبنان وفلسطين المحتلة في البلوكات الجنوبية، ما يعني أن استثمار العدو الإسرائيلي للمنطقة المحاذية للحدود اللبنانية يؤثر حتما على المخزون اللبناني من النفط. لجنتنا توصي أولا بدعوة اللجنة الوزارية المعنية بموضوع النفط والغاز، دعوتها فورا، نعم فورا، للاجتماع وبت موضوع المرسومين والقانون الضريبي في مجلس الوزراء. أن نسرع بالعمل دون انتظار ترسيم الحدود النهائي من قبل أي وسيط، وبالتالي أن نبدأ بتفعيل دورة التراخيص. في طرابلس أعلن عن إطلاق مهرجان السلام في شارع سوريا الذي سيقام في عيد الفطر بعد الانتهاء من مشروع الإنارة على الطاقة الشمسية. انتهى مشروع إنارة شارع سوريا بأعمدة تعمل على الطاقة الشمسية، والذي امتد من طلعة الشمال وصولا إلى ساحة القبة. ولهذه المناسبة أعلن ممثلون عن جمعيات وناشطون في التبان وجبل محسن عن إطلاق مهرجان السلام الذي يقام ثاني أيام عيد الفطر في شارع سوريا بين منطقتي باب التبان وجبل محسن. هالمهرجان رح يبلش الساعة 10 الصبح ورح يخلص الساعة 8 بالليل، ورح يكون هو كمان مناسبة لتدشين الإضاءة الشمسية يلي الأربع جمعيات نفذوها. مهرجان السلام ما كان ممكن إنه يصير، أو مجرد التفكير أنه ممكن يصير لولا وجود الجيش اللبناني والقوى الأمنية. مهرجان السلام هو مهرجان بده يعطي صورة واضحة عن مناطق النزاع، بده يؤكد أنه منطقة طرابلس منا منطقة حرب ونزاع. نحن جمعية مجلس الشباب التباني قد قمنا بالكثير من الأنماء والأنشطة منذ بدء الخطة الأمنية، وحتى الآن من ماراثون تلو الماراثون على طول خط التماس الفاصل بين جبل محسن والتباني. وهذه الإنارة هي حتنور الطريق، وإن شاء الله بتنور قلوبنا وعقولنا كلياتنا. هذا دليل على أنه إن شاء الله نحن خلاص نورنا هاي المناطق، وانتهت الحروب وانتهت المحاور إذا الله رد. ويتضمن برنامج المهرجان معرضا وأنشطة مسرحية وموسيقية منوعة وأخرى ترفيهية للأولاد، وتوقيع لوحات السلام وإطلاق قناديل في الهواء ترمز إلى السلام. بنتيجة التحريات المكثفة، داهمت دورية من شعبة المعلومات منزلا في محلة الترويسات مجد البعنة، حيث تم ضبط 1,400,000 حبة كبتاجون يتراوح سعرها بين 1,000,000 و 2,000,000 دولار أمريكي. كما تم توقيف السوري رانون، وأتت هذه المداهمة بعد توافر معلومات عن اتفاق الشخص المذكور الذي يعمل في مجال النجارة مع عدد من الأشخاص على تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة داخل خزائن خشبية من لبنان إلى إحدى الدول العربية. والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة. نتابع الفقرة الاقتصادية مع كارولا النقاش. مساء الخير.
نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من لبنان، حيث أعلنت سوليدير ببيان صحافي أنه الجمعية العمومية للشركة اللي انعقدت امبارح تنين وافقت على توزيع 35 مليون دولار من الأرباح على مساهميها. وفقا للخطة كل مساهم حيتلقى 10 سنت للسهم الواحد وسهم واحد لكل 80 سهم، ورح يتم توزيع الأرباح بتشرين الأول 2016. بيقول ناصر الشمع رئيس مجلس إدارة شركة سوليدير أنه 2016 عم تظهر مؤشرات إيجابية ومشجعة، فمبيعات العقارات لهالعام وصلت ل 158 مليون دولار، ومن المتوقع أنه تتجاوز 211 مليون دولار بنهاية هالعام. أضاف أيضا أنه سيولة الشركة رح توصل ل 750 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. ومننتقل للخبر الثاني عن استحواذ دولي جديد على حصة بأوديا بنك المصرف التركي التابع لمجموعة بنك عودي بلبنان بخطوة بتهدف لزيادة رأس مال البنك. أضاف البيان الصادر عن بنك عودي نهار الاثنين أنه استثمارات هالشركات المساهمة حتزيد حوالي 340 مليون دولار برأس مال البنك. وبيقول بنك عودي أنه هالزيادة برأس المال بتعطي أوديا بنك مرونة مالية إضافية من شأنها تسمح بتوسيع التمويل بالقطاع العقاري بتركيا، تمويل مشاريع البنية التحتية على نطاق واسع، وزيادة فرص الحصول على التمويل للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم. بحب أذكر أنه أوديا بنك عنده 56 فرع ب 16 مدينة وبوظف أكثر من 1500 موظف. ومننهي مع الخبر يلي أتى مفاجئ من قطر، حيث حصلت شركة توتال على حصة بنسبة 30% بعقد مدته 25 سنة لتشغيل أكبر حقول النفط البحرية بقطر، بعد ما قامت بتقديم أفضل عرض بين 6 شركات نفط عالمية. ورح تحافظ قطر للبترول على حصة 70% المتبقية بمشروع حقل الشاهين يلي بينتج حاليا حوالي 300 ألف برميل يوميا. بيقول الرئيس التنفيذي للشركة أنه توتال عم تخطط للاستثمار بأكثر من 2 مليار دولار بتطوير حقل الشاهين النفطي على مدى 5 سنوات، وأضاف أنه الهدف الأول لتوتال هو الحفاظ على 300 ألف برميل يوميا. رح يتم تشغيل حقل النفط ابتداء من 14 تموز 2017، كما حيتم إنشاء شركة جديدة لإدارة هالمشروع المشترك. هذا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكرة. ونصل معكم إلى صفحة الأحوال الجوية مع لارا منيف. صار على أجدد تليفون من ألفا، قسط على 12 شهر ب 0% فايدة مع حسم لغاية 40% لما تشترك بال 4G Data Bundle أو تزيد الجيجا بايتس. العرض محدود. بونسوار. الطقس الصيفي عم بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة شمسية لموضوع لهالشهر المساجد، اليوم صورتنا وصلتنا من علي محمد إسماعيل. رح ننتقل هلا لنشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية، ورح بلش من تونس مع 32 درجة، 38 بالقاهرة، الخرطوم 41 درجة، كفي على بغداد مع 47 درجة، 36 بدمشق، 29 بالقدس، كفي على الكويت مع 48 درجة، 41 بالدوحة، وبختم مع الرياض مع 45 درجة. برجع على طقس لبنان لبكرة الأربعاء، طقسنا قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل، ولكن بتضل مستقرة على الساحل لتتراوح بين 21 و30 درجة. تفاصيل أكثر منروح على الخريطة اللبنانية، ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 29 درجة، 30 بطرابلس، 31 بالكورة، 22 درجة بالأرز، الهرمل 30، 31 بالقاع وبعلبك، 29 برييه. من المناطق الشمالية بروح على الجبال مع 31 درجة، 24 بميروبا، 29 درجة بجونية وبعبدا، بيروت كمان 29 درجة مع حرارة مستقرة على الساحل، زحلة 31، 30 بشتورة، 31 بعنجر، 30 بمشغرة، جزين مجايون وبنت جبال 30 درجة، 27 دير الشيا. بنتقل عبيت الدين مع 26 درجة، والمناطق الجنوبية صيدا صور وقعنا مع 30 درجة. إذن كيف رح يكفي طقس 3 أيام اللي جايين؟ مثل ما قلت على ساحل الحرارة بتضل مستقرة، منشوف ارتفاع بدرجات الحرارة فوق الجبال وبالداخل. لبكرة الحرارة عم تتراوح بين 24 و29 درجة، نهار الخميس والجمعة بتستقر أقصاها على 30 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 10 و22 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية، بعتولنا صوركم على انستغرام وعلى فيتشر تي في ابليكيشن. أنا بشوفكم بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.
وفي ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. 4 من 8 حتى الآن جايين من داخل سوريا مش من المخيمة. استنفار عسكري وأمني وسياسي لدعم القاع في مواجهة الإرهاب، والجيش يطلب من أبنائها عدم حمل السلاح غير المرخص. وختم دولة الرئيس مداخلته بالدعوة إلى الابتعاد عن مظاهر الأمن الذاتي. مجلس الوزراء يجدد ثقته بالجيش والقوى الأمنية في حماية لبنان، والحريري يقول متضامنون مع القاع وما حدث لا يستهدف بلدة أو طائفة، إنما هو استهداف لكل الوطن. في لبنان المشكلة واضحة، هناك فراغ سياسي، والفراغ السياسي سببه حزب الله. الجبير، حزب الله وإيران يعطلان انتخاب رئيس في لبنان وعلى الأسد الرحيل. على أمل أن تكون هذه الليلة وكل أيام لبنان آمنة وهادئة بإذن الله. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. إلى اللقاء. أن بيت المستقبل ثابت الأركان والأساسات.